معنا المحامي عبد الله خلايلي. طبعا ترافعت عن الشاب المشتبه فيه ياسر سعيد زبدات من سخنين بشبهة رفع صور لشخصيات من حزب الله. يعني تحكي لنا أستاذ عبد الله شو القرار اللي طلعوا فيه قاضي المحكمة؟ اليوم كنا في جلسة لياسر إزبيدات اللي توجهت له مش بس شبهة واحدة، عدة شبهات اللي منها رفع صور لقيادي تنظيم حزب الله حسن نصر الله وعلان مومني، ثاني شيء المشاركة في شجار جماعي اللي كان في المسيرة على أثار طبعا رفع هاي الصور، ثلاثة وجهت إلى له كمان شبهة اللي هي تأييد تنظيم إرهابي حسب اعتباره في الدولة لتنظيم حزب الله أنه كتنظيم إرهابي، أربعة شبهة رفع علم فلسطين، خمسة تشويش إجراءات التحقيق. نعم. طبعا احنا اليوم كنا في المحكمة و وحدة التحقيقات المركزية كانت بدها تمديد الاعتقال ليوم الأحد، أنا طلبت ليوم الثلاثة فقط، والحاكمة أعطت القرار إنه يكون تمديد الاعتقال بس ليوم الثلاثة اللي هو بعد يومين طبعا. نعم. في هاي الجلسة أنا طبعا طلبت شغلة مهمة جدا اللي هي تحويل ياسر إلى الطبيب النفسي اللوائي اللي هو المعروف للسيكاتر المتوزيه، لأنه ياسر عنده مشاكل نفسية كيف تبين لي من الأوراق اللي كانت معي واللي حزنا عليها من بلدية سخنين من مكتب الشؤون. نعم. فعشان ما يكونش ولا أي ادعاء إنه ليش أنا ما قلت هاي التعانى أو الادعاء، نعم، بهذا الملف لما يتقدم لائحة الاتهام، أنا طلبت إنه يتسجل في البروتوكول في البروتوكول الجلسي إنه أنا بالفعل طلبت أو سوف أطلب تحويله إلى الطبيب النفسي. نعم. يعني أنت بعد ما جلست مع المشتبه فيه كيف كان، يعني شو انطباعك أنت؟ أنا أخ أمين جلست مع الأخ ياسر يوم الجمعة. نعم. اللي كان 9/4، قعدت معه ساعة كاملة في سجن الجلمين معروف بكيشون، سألته عدة أسئلة ما أعطاني ولا أي جواب مفصل، طبعا لانه انا كان عندي زي معلومه سابقه انه عنده مشاكل نفسيه، انه ما عارف حاله شو بيساوي او شو بيجاوب او فسالته عده اسئله عشان اعرف شو حالته بالضبط، هل اللي بيحكوا الناس او اهله او الشؤون مظبوط ولا لا، فما اعطاني جواب صريح وواضح ولا لاي سؤال من اللي سالته اياه. نعم. يعني هذا يستدل منه انه فعلا عنده بعض المشاكل النفسية. إيش أكيد. إيش أكيد. نعم. إنه يعني أنا أقعد مع موكلي ساعة كاملة أطلع من الجلسة ومشوش، أنا كمحامي أطلع مشوش، هذا بحكي كل شيء. نعم. طبعا أنا فهمت إنه يعني أنتوا قضية رفع الصور هاي يعني فيها نفي كامل. نفي كامل. نعم. يعني لم يكن ملثم ولم يرفع صور ولم يرفع أي علم. ولم يكن اي اعترافات من طرفه حسب ما قالوا لي موكلي لم يعترف، بينما طبعا قسم التحقيقات يقول انه اعترف بكل الشبهات. شكرا جزيلا لك. اهلا. يعطيك العافيه.